أنا بقى محترف آخر، النادي الأهلي طلع خبر بخصوصه وهو يعقوبه اللاعب الغاني اللي كان النادي الأهلي بيحاول يضمه من رايو أفي. وأيضا يا جماعة أنا هنا عايز أقول حاجة، النادي الأهلي طبعا وجه الشكر للاعب وقال إن هو لن يتمم التعاقد نتيجة إجراءات الكشف الطبي اللي عمله النادي الأهلي في القاهرة قبل 3 أيام. طب ليه أنا شايف دي خطوة إيجابية؟ مش لمجرد ان النادي الاهلي تعرض، اصل الناس هتيجي تقول انتوا تعاقدتوا معايا كنتوا هتقولوا كويس، لا القصه مش كده يا جماعه. القصه ان انا عندي لاعب ارقامه في الفتره الاخيره او اخر 2.5 سنين في المشاركات تكاد تكون جيده جدا، بل تكاد تكون ممتازه. اللاعب بيشارك بصفه مستمره، بيلعب متوسط 34 ماتش ل 40 ماتش بيشارك فيهم على مدار الموسم، الموسم ده 14 جوله بيشارك في ال 14 كاملين وما بيتعرضش لاصابات بشكل متكرر، بل بالعكس اللاعب كويس. ده اسمه ايه؟ ده القصة بتاعت الأرقام. إنما في حاجة يا جماعة اسمها الفحص السريري، في حاجة اسمها الفحص الطبي اللي هنا يخص المختصين. النادي الأهلي عمل الدور بتاعه كقصة تعاقدات، إن أنا ببص اللاعب في الفترة الأخيرة أرقامه جيدة، ولكن الكشف الطبي شفنا كريستيانو رونالدو مع نادي النصر بكل الهالة اللي أكيد معمولة حوالين صفقة هي حديث العالم، اللاعب خضع لكشف طبي. فكان يعقوبه في عنده ميديكال هيستوري معين، خضع لكشف طبي، قال لا ثانية واحدة، في القصة دي وفقا لمعطيات هنا وفقا لظروف الملاعب هنا وفقا لكذا قد يكون فيها نوع من المخاوف، فحاول النادي الأهلي يتحرك مع اللاعب بشكل ما يكون في حل وسط، ولكن كان في رغبة أخرى عند نادي أو رؤية معينة للطلبات المادية، فكان النادي الأهلي بيشوف إن هو يوجه الشكر فيما يخص الصفقة. هل ده يلام النادي الأهلي فيه؟ لا بالعكس، أنا بشوف إن ده تحرك احترافي جيد جدا، وبالعكس يحسب للنادي الأهلي لا يؤخذ عليه. بالتأكيد يعني النادي الأهلي مش عاوز يقف أي مشاكل تانية في الصفقات الجديدة وتحديدا الأجنبية، وشفنا مشاريبوف لاعب النصر كان أيضا صحيح يعني على مشارف الانتقال للنادي الأهلي، ولكن بعد الفحص الطبي تبين أنه ممكن يكون عرضة أو احتمالات إصابته كبيرة، وبالتالي النادي الأهلي لم يكمل ملف مشاريبوف مثلما لم يكمل ملف يعقوب. ونتمنى إن شاء الله البديل يكون على نفس المستوى أو قريب من المستوى، لأن يعقوبه قدم مستويات الفترة الأخيرة مع فريقه ريو أفي مهمة، وده اللي خلاه محط أنظار النادي الأهلي، وده اللي خلى مارسيل كولر قناعاته بيه كبيرة جدا، ولكن الملف الطبي أو الفحص الطبي للاعب يعني ظهر فيه بعض المشكلات اللي تعوق انتقاله على سبيل البيع النهائي. حاول النادي الأهلي إن هو ياخد اللاعب على سبيل الإعارة بنية الشراء ويكون فيه اختبار لمدة ال6 شهور، ولكن نادي ريو أفي غالى جدا في الإعارة، يمكن وصلت $1,500,000 أو ما شابه، وبالتالي النادي الأهلي يعني وجه الشكر للاعب وبلغ النادي البرتغالي شكره أيضا، واللاعب غادر القاهرة. نتمنى إن شاء الله يكون البديل جاهز، والنادي الأهلي دايما بيحط بلان بي.